يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا وبيتابعونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا منى. صباح الخير عليك يا شاذلي. صباح الخير على كل مشاهدينا اللي بيشوفونا في كل مكان. امبارح كان في إقبال كبير على المتاحف المصرية في مختلف المحافظات اللي استقبلت جمهورها بالمجان بمناسبة الاحتفال بمرور 100 سنة على اكتشاف مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون. شفنا ازاي في امبارح تواجد كبير من الزوار في متحف الحضاره، المتحف المصري في التحرير، المتحف اليوناني الروماني اللي موجود في اسكندريه، شفنا كمان متحف كفر الشيخ ومتحف سوهاج القومي. كل المتاحف دي كانت امبارح يعني مليانه زائرين. المختلف والجميل في الموضوع ان كان في امبارح اطفال كتير متواجدين في المتحف بيتعرفوا على عظمه وعبقريه وحضاره بلدهم، وعندهم حاله انبهار بالكنوز الاثريه والقطع اللي بتحكي تاريخ الحضاره المصريه القديمه، لانهم عرفوا الكلام ده كمان في المناهج الدراسيه اللي تم تعديلها. صحيح، وده شيء جميل جدا، وبالفعل الاقبال كان كبير. اللي كانوا موجودين امبارح في المتاحف كانت حاجه عظيمه جدا، خاصه انه في حاله من الاهتمام الكبير بالاحتفالات الخاصه بمرور 100 سنه على اكتشاف مقبره الملك توت عنخ امون كامله، من خلال طبعا عالم الاثار البريطاني هاورد كارتر، اللي لما اكتشف هذه المقبره كان متخيل ان ممتلكات هذه المقبره من الممكن ان تصبح ملكه، لمجرد ان هو فقط من اكتشف وقتها طالب الحكومه البريطانيه، لكن الحكومه المصريه رفضت في هذا التوقيت طبعا التفريط في اي قطعه من قطع هذه المقبره. طبعا عمل كشف مهم جدا، وهذا الكشف عمل صدى في العالم كله، ولسه صداه بيتردد رغم مرور عشرات السنين عليه. وبيعتبر طبعا الملك توت عنخ آمون واحد من ابرز ملوك مصر القديمه اللي مر على مر العصور. وقريب جدا بعد افتتاح المتحف المصري الكبير هيتم عرض كنوزه الاثريه القيمه بشكل كامل، وده طبعا من خلال ده متوقع طبعا انه يجذب انظار العالم كله اليه. أكيد احنا عايزين نقول بس ان احنا هنا في التلفزيون المصري وفي صباح الخير يا مصر على وجه الخصوص كان لينا مشاركة مهمة في الاحتفالات دي، وده من خلال انتاج وعرض الفيلم الوثائقي الغيوم والملك المظلوم، واللي بيعكس اعادة اكتشاف وقراءة اللي حصل في 4 نوفمبر 1922، اليوم اللي العالم كله كان فيه بيتابع تفاصيل اكتشاف اكتر من 5000 قطعة اثرية من مقتنيات مقبرة الملك الشاب توت عنخ آمون. الحقيقة الفيلم يعني لقى ردود فعل كبيرة واهتمام من المواطنين ومن الناس العاديين، من المختصين ومن الأثريين. ناس كتير كان فارق معاها شكل الفيلم، لأنه كان في مجموعة إجابات الفيلم قدمها لمجموعة من الأسئلة كانت كتير حرجة وشائكة، وناس كتير كانت مش عارفة تسألها بقالها 100 سنة أو بتتسأل لكن محدش بيرد عليها. صحيح، كان في لبس كده وفي خلط في بعض الأمور، الفيلم وضح هذا الخلط. الفيلم طبعا استعرض بشكل جميل جدا وبشكل رائع وجذاب الأحداث الدرامية اللي أحاطت بحياة الملك الشاب. كل الناس اللي كانت بتقول يعني. طبعا بكل تأكيد، وكان في رصد للصراع اللي نشب في عهد والد الملك توت عنخ آمون بين الملك أخناتون وبين كاهن الطيبة، وإزاي أثر هذا الصراع على البلاد في الداخل والخارج. ده غير أن الفيلم تتبع القصة الحقيقية لموت الملك الشاب، هل تم اغتياله، كيف تم إجراء الكشف الطبي على المومياء الخاصة به بعد آلاف السنين من وفاته، لماذا تم اكتشاف مقبرته كاملة دون أن تتعرض للنهب سوى بعض المقتنيات البسيطة والصغيرة اللي لقوها في بيت هاورد كارتر اللي بنته لقيتها وأعلنت بعد وفاته أن هي لقيتها، لكن هي حاجات بسيطة جدا وصغيرة هو حب يقتنيها من هذه المقبرة. الحقيقة كان عمل متكامل يليق بالحدث الكبير، وهو مرور 100 سنة على اكتشاف مقبرة الملك الشاب توت عنخ آمون. صباح لحضراتكم مرة تانية، أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر.